السلام عليكم، معكم العربية في إيرلندا. اليوم غايبين نصيب لكم ديك الراب، ديك الخبز ديال المصريين بالبيض والفرماج هذا اللي كنتو كنضحكوا عليه. أنا غنصيبو لكم دابا. المهم أنا بادية درت الزبدة كدوب وغادي نحط الراب. هذا هو الراب، هذا هو الخبز، راه رقيق رقيق بزاف. كتحطيه شدي بيضاء، انا عندي رجوج، كتشدي فورشيطة هيك كضربيها شويه وصافي. شدي شويه، انا اليوم دايرها بالخضره، شويه ديال سبريك اونيون، هذيك البصله طويله رقيقه كدير في السلطه، هذيك مطيشه، فلفله خضراء، وشويه ديال هذيك الفلفل الحاره درت منها. باش ناخذ سبيطه، عندو شويه البزار وشويه الملح، وفي الاخير الفرماج. هي المنظر ديالها كتجيك بحال بيتزا من الفوق ملي كتكون حاطها دابا، لكن تتبان لكم واضح. دابا كتخلى حتى على عافيه شويه مهيله، ايوا اللي كانوا جالسين تضحكوا عليا ها هي. او اي جربوها راه زوينه، واخا ديروا غير بالبيض والفرماج بركه كتجي غزاله، حتى داك الخبز ملي كيتقلب بالزبده من تحت كيعطي واحد المذاق زويون. جربوها وقولوا لي رايكم فيها، وان شاء الله سمحوا لي ما حطيتش الفيديو ديال هذاك الشال حيت المونتاج وهذا بزاف، وانا خصني نجي نخدم وهذاك الشيء، يعني راه باقي كيتشارج كل شيء. ان شاء الله يكون موجود الغدا، كنتسنى غير يتشارج وان شاء الله نصيفطو غدا نحطوه لكم وشوفوه الى عجبكم ولا لا. وانا غايا نشبيه لتحت، اوكي باقا ما محمرش من تحت مزيان حيت ما باغاش تحرق، خصكش تحرق الخبز من تحت. غنزيد عليها شويه ديال العافيه، ودابا نقلبها في النص. انا كنديرها بيديا، نطويها على جوج راكم شفتو، ونخليها طيب. والبوطة ديال الكاز حسن كطيب بسرعة، ديال الضو شوية ثقيلة. بسم الله دير على كتحشني صافي حشمتيني. هي الفكرة، هي الفكرة، صافا صافا خليها. و كتحسي من الداخل راه البيض صافي راه طاب، غنحيدوها من شوية غنحيدوها، نديرو هنا التحية. انا ديجا راه صيفطت وحده قبل، ها هي صيفطها. اخباركم انا في الخدمه واحد ما واش نخدمها، هذه صيفطت لي خدام معايا وهذه غنخليها لراسي. صافي هذه طابت، غنحطوها نيشان لا بيسيت.
مهانه بالصحه والراحه، جربوها وانتم عاد تشوفوا بكم، كتجي واعره واعره والله، كتجي غزاله. ها يلا نبين لكم حنه يديا، وان شاء الله رانا على واحد الفيديو المهم نخليكم على الراحه. وما تنساوش خليوا لي كومنت من تحت قولوا لي كي جاكم وجربوها، وملي تجربوها قولوا لي كي جاتكم، غير جربوها عتعجبكم. وما تنساوش ديروا لايك وشير وسبسكرايب. يلا خليت لكم الراحه، سلامه.